السلام عليكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عاوزين بس نسأل حضرتك شوية أسئلة. تبع إيه حضرتك؟ احنا أول ما تعرفنا القناة على الفيسبوك يعني. نحاول نعمل موقع إن شاء الله ربنا. فين تتابعكم أكيد من الأهلين يعني؟ اسمها يقين الإخبار. يقين الإخبار. عاوزين نسأل حضرتكم لحد دلوقتي انتوا بقالكم كام يوم كده معتصمين هنا لحد؟ نعم. اتفضل شرف. لا اتفضل شرف. والله انا خلاص هو الهدف من الاعتصام الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الهدف من الاعتصام هو الا سبب بنسعى من خلاله ان ربنا عز وجل يجعله سبب في تفريج كرب الشيخ. وفي نفس الوقت الهدف من الاعتصام يعني بنلقي حجرا في الماء الراكد بخصوص موضوع الشيخ، ان احنا نسمع العالم اجمع ونسمع شعبنا في مصر بقوله الشيخ وتكون قوله راي عام. وفي نفس الوقت الهدف من الاعتصام يعني ان لم يحقق الا مصلحه وهو نشر صوره الشيخ كذا حيراها الناس ويعلم، نريد ان يعلم الشعب المصري من هو الشيخ عمر عبد الرحمن، يريد ان يعلم الشعب المصري تضحيه الشيخ عمر عبد الرحمن، يريد ان يعلم الشعب المصري. وهذا ما نكرره ونؤكده ان هذه القضيه ليست قضيه فئويه خلاص، ولكنه مطلب انساني اسلامي انساني خلاص كده، ينبغي ان يقف معنا كل الشعب المصري فيه يعني. ده لازم وهي ليست يعني ما اكرر واؤكده ان هذا الامر الذي يجعل كثير من الناس يبتعدون عن هذه الوقفه خلاص كده، وكثير من الحركه الاسلاميه يظنون ان هذه الوقفه وقفه فئويه، هي ليست وقفه فئويه، ولكنه كل من شغل بالحركه الاسلاميه وكل من يعلم من هو الشيخ عمر عبد الرحمن خلاص كده ويتخلى عن مثل هذه الوقفات، ارى انه ان لم يكن له عذرا لا نعلمه ارى انه قصر في هذا الامر، ان هذه الوقفه ليست وقفه فئويه. يعني ان لم نطلب اعاده الشيخ عمر عبد الرحمن في مثل هذا الوقت فمتى سنطلب؟ احنا عاوزين نسال برضه حضرتك بالنسبه يعني شايفين ان الوقفه عامله يعني جايبه جدوى منها ولا لا جدوى حتى الان؟ يعني باذن الله ستاتي ايه بجدوى، لان ايه هذا السبب وليس لنا سبب الا هو، فهذا سبب ونسال الله عز وجل ان ييسر الامر. ما كان ممكن ندور على اسباب اخرى مثل ماذا؟ يعني احنا عرفنا ان الشيخ وجدي غنيم كانت الناس بتسال على ان هو يسقطوا عنه الاحكام عشان يعود الى مصر. كانوا بيجمعوا توقيعات الجماهير من ميدان التحرير في المليونيات وهكذا في بعض النجوع والمحافظات حتى يتم العفو عنه. والله تجميع التوقعات بداية الشيخ عبد الله جمع توقعات وجمع اكثر من توقعات واظنها موجوده معه. قناه الناس تقوم بهذا العمل في شريط الاخبار بتاع قناه الناس، عامله دعوه مليونيه للافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن وللشيخ وجد غنيم، فهي قناه الناس بتقوم بتوقيع هذه المليونيه. الشيخ عبد الله قام ايضا بهذه الخطوه وهي تجميع المليون توقيع للافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، فهذا الامر قمنا به. الوقفات وقفنا ايه؟ وقفنا وصلنا للمليون توقيع ولا ما اظن الشيخ